باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. من رساله معلمنا بولس الرسول لاهل غلاطيا الاصحاح الثاني بركاته علينا امين. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهه لانه كان ملوما، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر نفسه ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ والمجد لله دائما أبديا أمين. الحياة أحبائي بدأنا في البداية عن الفرح. احسبوه كل فرح يا اخوتي، وبعدين كملنا التجارب حينما تقعون في تجارب متنوعة. قلنا التجارب اللي المسيح حذرنا منها ما كانتش مجرد كلام بيقولوا كده بس، لكن المسيح نفسه جرب. وتشوفه في كل مرة في الصوم الكبير لما بيجي أسبوع التجربة في الأول بنقرأ إزاي الشيطان قاد المسيح عشان يجرب، إزاي الروح القدس قاد المسيح عشان يجرب من الشيطان. وعشان نعرف يعني ايه تجربة وايه ضررها، ممكن التجربة دي تضيع الانسان ايمانه، تفقده ايمانه. عشان كده المسيح لما جه حذر بطرس والتلاميذ قال: ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. يعني لو المسيح ما سندش بطرس كان الإيمان بتاعه راح، ولو المسيح ما سندش التلاميذ كان إيمانهم راح. ده بيوريك تجارب الشيطان بالنسبة للإنسان. ولما تمسك الكتاب المقدس تلاقي مفيش حد ما تجربش، بس في فرق بين التجارب اللي بتأتي من الشيطان والتجارب اللي بتأتي مننا احنا لنفسنا. تجارب الشيطان فيها قسوة، كل همه ان هو يطفي الإيمان من قلبنا من جوه. عشان كده دايما تجربة الشيطان تجينا في الأوقات اللي احنا في ضيقة أو في ألم أو متوجعين أو متضايقين، بتبقى فرصة الشيطان هنا يدخل يضرب الإنسان. عشان كده لما تيجي تكلمه يقول لك يعني هو عاوز يقولها لك بس ما بيقولها لكش، يعني هو ربنا عمل لي إيه؟ ما أنت شايف بعينيك، مش عارف إن التجربة ديت من يد المسيح ليها بركة بل لها أكاليل. ومش كل واحد ينجح في التجربة، وما فيش واحد مر دون أن يجرب. عشان كده المسيح جرب، وبعدين الكتاب قال لنا كده، قال لنا: فيما هو قد تألم مجربا يقدر يعين المجربين.
لما بندخل في التجربة ونقع في ايد الشيطان، ودي بتبقى للناس يعني اللي مش احنا، لا. واحيانا الشيطان ما بيتركش او بيقول يصنع شرا بين الناس، لكن التجربة اللي من الله بنسميها امتحان، وقلنا امتحان يعني يعرفك نفسك. تقول يعني ايه يعرفني نفسي؟ اقول لك لو سألتك عن نفسك، نادر لما حد يعرف نفسه، يقول لك انا كويس اوي الحمد لله وما فيش زي. كتير بيهلكهم لانهم ما بيعرفوش نفسهم، لان لو انسان عارف نفسه هيصلح نفسه، لكن لو ما عرفش نفسه هيخطي ومش دريان. فتجارب المسيح عشان تختبر نفسك، تعرف نفسك وتعرف مقدار ايمانك. طبعا لو سألت اي حد وقلت له انت مؤمن، من الناس اللي بتتناول وبتيجي الكنيسة اقول لك ايوه انا مؤمن، ازاي بتقول لي كده؟ يعني انت ما، ولما تيجي قصة بطرس يسمعها لما انكر المسيح يقول لك اهو اهو بطرس اهو، ولما يشوف واحد في تجربة يستقل بيه، فاكر نفسه قوي. لكن لو هو احنا طالعين كده من الباب ولقى مجموعة كده بره بيتقتل في المسيحيين، هيلاقي نفسه أول واحد جري. هنا يعرف نفسه، يبقى بينه وبين نفسه هيقول ياه ازاي انا عملت كده؟ ازاي انا كنت كده؟ تقول له مش انت كنت فاكر نفسك انك انت في الايمان يعني دين وقوي؟ تجربة صغيرة أظهرت لك نفسك. ده ليه بيصلي وبيصوم وبيجي القداسات وله نشاط في الكنيسة بيخدم، لكن أول ما تجيله تجربة صغيرة، افرض اتخبط وقالوا لازم رجله تتقطع أو إيده تتقطع، قابله بقى وبعد ما تقابله بقول لي قال لك ايه؟ ولو طلع عليه لو جاله مرض من الامراض وطول شويه يتقفف ويتزمر وتلاقي حاله وتحتار، وهو ده اللي كان ده في الوقت ده، هو بيعرف نفسه وبيعرف ضعفه وبيشوف كلامه ويشوف ازاي بيتجدف على ربنا ومش راضي، وتلاقي دايما يشتكي لكل واحد رايح له يشوفه، حتى لو واحد راح يمد ايده معاه ما يقبلوش، يقول لك ده شمتان فيا وانا مرضان، عاوز يشوفني وانا كده، ما يقفل على نفسه وما يطلعش ويكتفي بنفسه كده ويقعد لوحده وخلاص حزين كده. وبعدين يجي الشيطان يجرب يكمل عليه التجربه، يقول ده ما فيش ربنا، وبعد ما فيش ربنا يعني يلحد، ولما يلحد ممكن ينتحر، يقول لك ايه يعني اخد ايه من الدنيا دي مرتاح، فاكر انه بعد ما يموت كده هيروح هناك كده، اول ما تطلع روحه هيلاقيها راحة، مش عارف ان اول ما روحه تطلع هيظهر ويعرف النتيجة. ولما تيجي الدينونة بقى ويبان حقيقة نفسه قدامه وتراجع نفسه كده او يشوف نفسه وحياته، عشان كده التجربة اللي بتيجي من الله بتبني الانسان، لكن التجربة اللي بتأتي من الشيطان بتهدم الانسان. عشان كده المسيح لما لقى التلاميذ نايمين قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ لأن الحاجة الوحيدة اللي بتغلب بيها الشيطان والحاجة الوحيدة اللي
بتنتصر بيه على الشيطان هي الصلاة، وما فيش مجال تاني إلا الصلاة. طول ما أنت بتصلي حقيقي بقلب وبصدق ولك علاقة ولك محبة الصلاة في قلبك من جوه، الشيطان ما بيقربش منك، بيخاف منك. لكن أول ما تكسل ولقيك نمت يبدأ يحاربك. لأن هلهم ثلاث مرات أما قدرتم أن تسهروا معي، مع أنهم كانوا في تجربة، ما التجربة هي، ما هو المسيح كان طلع البستان يعني وبيصلي لإيه؟ عشان الله يحفظ إيمانهم، عشان يديهم نعمة. شوف الصلاة كانت للمسيح عاملة إزاي؟ عرقوا نازل زي دم وهم نايمين مش عارفين، بدليل ان بعدها مفيش قال لهم طب ناموا واستريحهم. هو ذا جه على السكة قدامنا هم، واول ما دخلوا دخل بطرس اول تجربة، راح مسك السيف وراح ضرب الراجل، راح قطع ودنه. تقول له مال ايه يعني ما يكون قطع ودنه؟ اقول لك ما لو كانت ما قطعتش ودنه ما كانش خاف وراح رايح قاعد بعيد في وسط العبيد يتدفى معاهم، لانهم بقى عرفوه، ما شافوه، واللي انضربت ودنه ده ما هو شايفه، فخاف. فدي تجربه من تجاربه. والتلاميذ هربوا لان ما كانوش لسه خدهم قوه الروح القدس، ولا كانوا قدروا زينا كده يسهروا للصلاه. لا، هو ممكن يعمل اي شيء لكن يقف يصلي ده ما يقبلش منه، ما يقدرش. هو ممكن يقرا اي شيء ويسمع اي شيء لكن عشان يسمع صوت ربنا في الانجيل لا، ما يقدرش. عشان كده تلاقي في العمل العام كده تلاقي نشيط جدا، يروح ويطلع ويجري ويخش ويتحرك، شاطر في الحكايه دي قوي وناجح. لكن في الناحيه الثانيه اللي هي تحفظه من التجربة بتلاقي ما فيش. المسيح لما يجرب الإنسان عشان ينقيه، وقلنا زي ما الراجل السايغ بينقي الفضة بتاعته ويحط تحتها يحطها على النار لحد ما تتصفى، احنا أيضا بنتصفى بكده. خطية صفها لنا لحد ما في الآخر لما يجي الساعة اللي ربنا حدثها لنا تجد نفسك ما انتش مخزي قدام ربنا. في واحد لما يطلع كده اهو ويجي له ساعات قبل ساعة الموت حتى، ولا لما يكبر وما يقدرش يقف ولا يسجد ولا يعمل حاجة وملوش رصيد تلاقيه مخزي. إنسان ما تابش تلاقيه مخزي، حس ان الخطايا متعلقه فيه ماسكه فيه، وهو كسل او ما كانش عارف دريان بيها. فالتجارب مهمه لحياه الانسان، بس مش التجارب من الشيطان فقط ومن الامتحان فقط، لكن في تجارب تانية من الإنسان لنفسه. هو اللي بيجري على الخطية وبيجري على الشيطان يتحايل عليه، يقول له تعالى حطني في التجربة، ويطلع كده بنفسه ويقع ويخش في ما فيش حاجة ما تقلتش في التجربة. التلات تجارب اللي الشيطان عرضهم على المسيح تاخد حياتنا كلها من الولادة لحد الآخر، واللي الكنيسة كل مرة في كل سنة في كل أبراكسيس تسمعهم لنا: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معاه.
ما فيش واحد ما بيعتقوش ما بيتعتقش من هذه الحروب، فمعروف، فهو بيسحب نفسه، هو اللي بيجري، هو اللي بيدي ودنه الإنسان نمام ويضطر وياه يخش في النميمة، هو اللي بيسيب عينه ويسيب ودانه تسمع الإدانة يروح كمان هو داخل يقول له لا ده مش كده بس كفاية، ده أنا أقول لك بقى، ويبدأ يجيب حاجات الواحد يحظى يقولها وهو فاكر أنه ما بيعملش حاجة. طب ما هو ده أنا هو ده طلع ده فتح الراجل ده حكمه ده قاعد مكان ربنا وحكمه شاف وحكم عليه أو سوق سمعته أو حاجات كتيرة نتيجة العمل ده. طب أنت رايح في الحتة الفلانية وعارف أنك أنت هتغلط فيها وعارف الناس اللي فيها مش كويسين هيوقعوك، بيروح بتيجي ساعات التجربة من الإنسان روحه، وبعد ما ينكسر أو يطلع يقول يا ريتني، ما أنت اللي رحت الأشرار، ما أنت اللي سبت نفسك وما ضبطتش روحك، ما أنت اللي قعدت تبص وتبص 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 في البيت اللي أنت بتزوره لما امتليت إدانة له، ما أنت اللي فتحت ودانك، ما أنت اللي فتحت قلبك. وفي حاجات كتيرة مش قادر أقولها يعني، لكن في ناس كتير عارفاها، ففي ناس مصدر خطية ليه فهو بنفسه بيروح له. ولما تحط إيدك على حيطة كلها بلاك والبلاك ده متسيح سايح مش ممكن هتشيل إيدك نظيفة، لما تقعد على مكان والمكان ده مش نظيف من غير ما تشعر بتتلوث زيه. تجربة من الشيطان، وبنشوف حاجات كتير قوي، وتجربة من الإنسان نفسه لنفسه، وتجربة للاختبار. عشان كده معلمنا يعقوب شاف بنفسه، وكان واحد منهم، شاف ازاي هربهم وازاي انكروا المسيح وازاي قفلوا عليهم على نفسه على نفسهم الابواب، وازاي 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 سمع وشاف بعينه، حط ايده كده وشاف وكان فيها. عشان كده معلمنا يعقوب لما لحسبوه كل فرح يا اخوتي، شوف قال ايه، حينما تقعون في تجارب متنوعه، مش تجربه واحده. الناس بتفكر ان التجربه اللي تجري الانسان يعني تجربه نجاسه قتل، يقول لك تقول له ازيك يقول لك انا كويس قوي الحمد لله، تقول له ما بتجيش الكنيسه ما بتعترفش يقول لك انا ما بعملش اي حاجه، انا لا بقتل ولا بزني ولا بعمل اي حاجه الحمد لله، مش شايف روحه لانه ما اهتمش بنفسه وما عرفش نفسه. الانسان في وقت التجربه بيبقى ضعيف لو وقف لوحده، عشان كده الإنسان فينا في وقت التجربة يمسك في الله وبيطلب معونة، والله بيسمعه والله بيحن عليه. حاجة عجيبة جدا، حتى لو وقع يهتم بيه عشان يقوم مرة تانية ويكمل حياته. فاكرين إيليا؟ إيليا كان فيه قوة عجيبة ما فيش حد زيه يتساوى معاه في العهد القديم، او لما نجيبه يعني نجيبه جنبه، ده عمل حاجات عجب وشاف العجب، كان اقوى واحد
ده شوف شوف الجبروت اللي فيه لمام قتل كل انبياء البعل، كان فيه قوه غريبه، ولم وقف قدام انبياء البعل، ولم وقف لما المطر وقف والمطر جه جابه ازاي، في قوه عجيبه جدا تستغرب منه، لكن تستغرب قوي وتقول لي طب ده ازاي؟ اقول لك ازاي ايه؟ تقول لي بعد ما عمل كل المعجزات دي بنفسه وركب قدام اخاب بيجري قدامه على العجله بتاعته ولا الحصان بتاعه شدد الحته البتاع اللي بيركبها ديت اسرع من الملك، بعدين اول ما يروح تيجي مرات اخاب الملكه تقول له بكره اللي انت عملته هيتعمل فيك، يعني هددته بالقتل، مش هددته ده قالت له بكره هخلي روحك زي واحد نفسك زي واحد منه من الانبياء اللي انت ذبحتهم. شوف بقى شوف التجربة هتبينه ازاي. هو افتكر ان كل الناس ما فيش زيه، وافتكر ان كل الانبياء هو بس هو الوحيد اللي فاضل عشان الملك قتلت الانبياء، وافتكر ان هو الوحيد وهو الوحيد وهو الوحيد، فربنا بس سابه عشان يعرفه انه مش هو اللي بيقدر يقف قدام التجربة، سابه كده بس ربنا، رخاله الحبل شوية. أول ما سمع إن الملكة بتهدده خد بعضيه جاري وطلع بره بعيد لحد ما دخل لغزة، وإيه؟ وفي طول الليل والأمطار بتمطر عشان المطر جه ووصل له عشان المطر والمطر والرياح وكل ده وبيجري. ده مش كده وبس، ده خد بعديه وجري لحد ما وصل غزة وساب تلميذه ومشي شوية في الصحراء كده، وبعدين من كتر التعب اترمى نام، وقبل ما ينام قال له كده، قال له يا رب خد نفسي مني، أنا مش أحسن من اللي قبلية، طلب لنفسه الموت. ياه إيه ده؟ أنت اللي كنت واقف زي الأسد كده وبتجاهر وكل ده، أنت قومت يا راجل الميت، ده أنت عملت أعمال عظيمة لشعبك، إيه اللي خلاك كده؟ تقول لي ساعة غضب، غضب من مين؟ غضبان من الملكة طبعا، وحس بضعفه وحس بنفسه، يئس، دخل في كل اليأس، مفيش حد زيه ذكر عنه في الكتاب كده بنفس الطريقة ديت. ايه ده؟ أقول لك ما ده ضعف الإنسان. هل ربنا سابه؟ ما سابوش، الله كان جنبه والله كان ماسكه، لكن سابه عشان ينصهر شوي، عشان مناخيره ما تطلعش فوق زيادة، عشان ما يظنش أنا وحدي وأنا وحدي وأنا وحدي، كل ما يتكلم يقول أنا وحدي، ده بيقولها لربنا، وكأن ربنا ما بيعرفش، هو اللي بيعرف وهو اللي عارف كل الأنبياء وبيقول له أنا بقيت وحدي. الله، ده لو كان سابه كانت الناس عبدته وما كانش انتهارهم، ومع كده ربنا برضه ما سابوش، سابه اتخبط الخبطة، السكتة الفظيعة، بس شوف حب يتعامل معاه،
زي ما احنا بالظبط صورة من الصورة دي، ازاي يتعامل معاه. ساب مدة طويلة 40 يوم. مساعد احنا لما بنقع في الخطية، وخطية صعبة قوي او حاجة صعبة قوي، نستنى نقمة الرب مننا، فيبقى متوقعين ان ربنا هيعمل لنا حاجة، هيضربنا، وبعدين نستنى يوم واثنين وتلاتة ومش فاهمين ليه الله بيتأنى كده. لا، ده خلاص ربنا نسي الموضوع ونرجع تاني، ترجع رقيمة عادتها القديمة، نرجع نفس اللي كان بيعمله. ليه؟ لأنه كان متوقع ربنا في ساعتها هينزله النار يحرقه، أو هيجيله ملاك يخرسه، مش عارف إن الله بجنبه وبيديله فرصة تانية علشان يتوب تاني ويرجع مع نفسه. لما كانت في جفاف، قال للمرأة تعولوا. لما كان في مطر ما فيش مطر، قال للمرأة تعولوا. وقبلها كان بيبعت له غراب، لكن شوف المرة دي محتاج إلى كلمة حلوة، محتاج إن الله يمسك إيده زي ما بيعمل معنا بالظبط، بيحن علينا في ساعتها. ليه؟ عشان نقوم تاني، عشان الشيطان ما ينجحش ويخش ويحطنا، يوصلنا لليأس ويوصلنا للإلحاد ويوصلنا لكراهية كل شيء جميل الله عمله وخلقه وادهولنا. راح ياكل من ايه؟ قالوا له الملاك ياكله، او يعني كل الفطيره او الكعكه من ايد الارمله، وكل الخبزه من اللي عاملها الملاك. قالوا ملاك جنبه وجايب له الخبزه سخنه. يا ده انت ما عملتش الحكايه دي من زمان، ده انا عمري ما شفتها. انت عندك كل الحب ده؟ طب ما ظهرتوليش ليه؟ عشان انت خلاص هتنكسر وهتضيع، انت خلاص مش هتقوم تاني. لكن الله ما سابوش، بعت له ملك. الملك طبطب عليه، والملك اهتم بيه، والملك عمل له الخبزه بنفسه واكله من ايد الملاك. وبعدين لما كان كده لقمتين ونام تاني، قام الملاك خبطه كده وصحاب لطف وقال قوم يا قوم يا إلي، قوم كل، قوم كل، عشان انت هتمشي مسافة كبيرة قوي، 40 يوم محتاج لأكل. خد من قام أكل تاني، وكأن الخبزة فيها كل القوة، قوة اداله قوة تمشي 40 يوم من غير ما يجوع ولا يعطش، وماشي في الصحراء وتنه ماشي. كان متوقع ان اول ما يروح لربنا ربنا هينزله نار من السماء. ده هو ما تحملش العيال، او ما تحملش حد يكلمه كده. ربنا عمل له ايه؟ قال له ملك هنا إليه، زي ما يكون واحد بيتعجب، الله بيتعجب منه وبرضه شايفه وبيسنده. نحن في وقت التجربة الله ليس بعيد عنا، حتى لو قوي علينا الضربة والتجربة ووصلنا لحالة ما فيهاش، قال له ملك هنا إلي، قمت روح تاني المكان اللي انت جيت منه. بس في فرق من يرجع للمكان اللي كان جاي منه وهو منتصر، هو مش خايف في مكانه، ويرجع بعد ما هو مهزوم وكل اللي هناك هيشوفوا لك لا امال هو كان فين، امال جري ليه، امال بيكلمنا ليه، ما كانش يقدر يتكلم تاني. لو كان قاعد كان ظهر له 7000 اللي لم ينحنوا البعل دول، اللي هو مش شايفهم وفكر نفسه ان هو العليمة، هو اللي شايف، ما كانش عارف. كان لها حواليه 7000، وكان كل الناس امنت،
وما كانش الشعب اتسبى. وبرضه ما حرموش، جابوا كلفوا بشغلانه يروح يمسح مين ويتكلم مع مين، وفي الاخر برضه خدوا في المركبه وخطفته مركبه، وكان مع المسيح على جبل التجلي. التجربه لما بتحصل بينا من كل مكان، حتى لو احنا دخلنا فيها على هي خدته على خوانا، هو فوجئ كده، هو تعبان ومتعب وجاي يرجع، واحد قال له الملكه ايزابيل بكره في نفس الميعاد هتاخد رقبتك، وهو عارف دي واحده وثنيه لا بتعرف اله ولا بتعرف حاجه، ولا كان يفكر في الحكايه ديت. التجربه بتجيلنا كده، خبطة الشيطان لا بيجينا فجأة. بس اعرف ان في اللحظة اللي فيها بيترفع قرنك، واللحظة اللي بترفع دماغك قوي وتتشامخ وتفتكر نفسك انت اللي عارف وانت اللي واصل، والكبرياء يجيلك، اعرف انك انت بقيت هدف للشيطان عشان ينقيك، يخلص عليك. أكبر تجربتين حذرنا منهم المسيح أكبر تجربتين حذرنا منهم المسيح وحذرنا منهم الإنجيل وحذرنا منهم الرسل، تجربتين اتنين، لأن في تجربتين الاتنين فيها كل التجارب اللي بتحارب الإنسان. خد بالك إن المسيح لما هو بيعلم وقال له أنت بعد الزبور تخرج الشياطين، قال لهم لو بيت ينقسم على الناس ويخرب. حط أول تجربة بس ما خدوش بالهم منها، الانقسام. الانقسام دي ضربة شيطان، لما بتيجي البيت بتخربه، وكلنا شايفينها بنشوفها في البيوت. هات كده أي بيت كده بيخرب، يبدأ بغضب وبعدين بخصام وبعدين بانتقام وبعدين بانقسام، خلاص. وأول المملكة ما لا أنا خلاص. ده الانقسام ده ظهره لنا المسيح واضح وشفناه، وأول تجربة ضربت الكنيسة بعد ما تكونت هو الانقسام. الانقسام لما يجي الشيطان يضربك ضربة، ما هو قال لي معلمني يعقوب تجارب متنوعة، ما هو شاف ده، ما هو شاف بس التجارب بتاعت وهو مع التلاميذ أو وقت الصلب، ده شاف التجارب اللي بعد الصلب كمان وحكم فيها. الكنيسة نمت، وبقى المسيحية في أنطاكيا أعداد رهيبة، وبولس اللي كان شاول اللي كان بيدبح في المؤمنين آمن وبقى هناك، وكانت الكنيسة كويسة قوي. ده كان حصل في الكنيسة انقسام في المجموعة دي، حصل فيها انقسام. ولو كان الانقسام ده بس يعني ربنا ملحقوش، ما كناش هنبقى قاعدين. اليهود اللي امنوا من اورشليم
اللي كانوا متدينين جدا، اللي هما بيحبوا الناموس، ناموس موسى، يصلوا في الهيكل المزامير والصلاة ويأدوا الفروض، ومع كده برضو بيؤمنوا بالمسيح. يعني مش قادرين يلغوا الناموس من حياته ويحتفلوا بيه أو يخافوا منه في يوم السبت ما يمشوش. دول لما أمنوا ما كانوش يقدروا بسهولة يتشال منهم، فدول كانوا مجموعة يسموهم المسيحيين اليهوديين، اللي هم كانوا يهود وبقوا مسيحيين. وبعدين المسيحيين التانيين اللي احنا زينا، اللي هم لما بولس بشرهم والتلاميذ بشرهم ودخلنا في الإيمان بقينا المسيحيين الأمميين، سمونا الأمميين من الأمم يعني. لما قامل الاضطهاد في أورشليم، مسيحيين كتير قوي قوي خدوا بعضهم وتشتتوا من اليهودية، راحوا فين؟ راحوا أنطاكيا. فلما راحوا هناك عند اليهود الأمميين قالوا دول نجسين، زي ما كانوا بيعتقدوا، يعني كانوا بيعتقدون احنا نجسين وكلاب، وهم احسن منك ومني. يعني هم الامم اليهود بيعتبروا نفسهم احسن شعب، فهم احسن من الامميين. بس قبل دول ما يروحوا كده اورشليم، قبل ما يسيبوا اورشليم، كانوا دوكم عايشين في السلام، ما كانوش بيفكروا اممي ولا يهودي. ليه؟ لان المسيح لما قال لبطرس روح لكرنيليوس قائد المئة، جزع، شاف الملاية نزلت. ولما قال له اذبح وكل، قالوا لا أكل دنسا ولا نجسا. كان يقصد من دنسا ونجسا الأمم اللي هو احنا. فسمع الصوت ثلاث مرات، قال له ايه؟ مقدسه الله، لا تطهره، لا تنجسه انت، انا اللي قلت لك كده. وفجاه ولا كرنيليوس الامم ده بيخبط عليه. ايه؟ قالوا احنا جايين حسب حلم شفناه ورؤية، جايين لك. انا كنت صايم انا والقصة اللي احنا عارفينها ديت. وبعدين بطرس شاف، قالوا كان يهودي صرف، وبعدين شافوا بعينيه ان هو بيكلمهم. بعد ما كلمهم وقال لهم امنتم، حل عليهم الروح القدس، اتجنن من غير حد ما يحط ايده، من غير اي شيء، فتغير كل تفكيره. قال زينا بالظبط، ده اللي احنا شفناه وحل وقت حلول الروح القدس، حل عليهم بالظبط زينا، فما فيش فرق بين امم ويهود. بس لما دول جم اليهود معاه بقى، كان بيخاف منه، كان الاول يصلي وبعدين ياكل مع كانوا يعملوا اغابي، يصلي ياكل معاهم يناولهم كلهم. ده كان بطرس يناولوا مع ما فيش حاجه اسمها يهودي واممي، في حاجه اسمها مسيحي بس، وكانوا عايشين في سلام. لما دول راحوا بقى
خاف، قال لك لو التانيين شافوني هعمل ايه معاهم. وهنا كان اول مسمار او اول مسمار في التجربه يضرب في الكنيسه. لما بداوا جم بقى ياكل مع اليهود وما يروحش ناحيه الامم، يخاف عشان حد من الامم دول اللي جايين من اورشليم يشوفه. عشان كده بولس قال ايه؟ ولما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته لانه كان ملوما. ما تنساش ان بولس بقى اممي عايش معاهم، هو في الوقت ده مسؤول عن الامم وامان الامم، فبيعتبر نفسه اممي. صح هو يهودي لكن هو بعد ما المسيح ظهر له بقى هو رسول الامم، فاعتبر نفسه اممي وشال ده. ولما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهه لانه قام ملوما. كان ملوم، شوف الجراه. بطرس خاف ياكل معاهم، يقولوا انت زيهم ويقوموا عليه بثوره، اليهود دول او المسيحيين المتهودين دول، المتهودين المسيحيين. لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان ياكل مع الامم، لكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم في الختان، خايف من اليهود اللي بيختتهم، لأن الأمم ما كانوش بيختتلوا. الختان ده كان رمز للمعمودية وانتهى. لكن بقوا فرق بقى، لازم اليهود لما آمنوا كانوا بيآمنوا بالمسيح وبيختتلوا وبيحفظوا السبت وبيواظبوا على المجمع، كانوا متمسكين. كل اللي سابوه بعض الذبايح، لأن ما فيش كهنة، ما فيش الكاهن اليهودي بقى اللاوي ولا غيره، ما فيش. فكادت الكنيسة تتقسم، تتقسم نصين، بقى مجموعة مع أو جزء. بولس خايف من القسمة دي والخراب دي، لأن دي تجربة القسمة، ده الانقسام. افتكروا كلام المسيح يعقوب، افتكر لما كلامه على البيت ينقسم، والبيت هو الكنيسة، ولما الكنيسة تنقسم هتخرب. وعشان كده عملوا مجمع، هتلاقي في أعمال الرسل 16 يمكن ولا بعته. لما الانقسام زاد وبدأوا يخبطوا في بعض، وده يقول له لا، وده يقول له اي، وده يقول له انت نجس، وده يقول له لا مش نجس، يقول له لازم تختتن، يقول له لا مش هختتن، اللي الختان راح ما يدروش. والمصيبه بقى لما بطرس بقى يرفض او يستخبى من الامم، وكان بيقعد ياكل معاهم، قال له ان كنت وانت يهودي تعيش امميا، انت وانت يهودي عايش مع اللي امنوا بالمسيح كده وزيهم اممي، ما بتمنحهمش لا يهوديا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ انت عاوز تخليهم يختتنوا تاني ليه؟ عايز تلزمهم ليه؟ ده ناموس. كادت الكنيسة تنقسم. وبعدين قالوا لما زادت الحكاية وبدأوا كل واحد يطلع بفتوى، قالوا نبعت للتلاميذ، نبعت لأورشليم نسألهم لليهودية، ونسأل هناك يعقوب أخو الرب، ونشوف
طبعا لما كرنيليوس حصل قصده 100% بطرس حكى لهم اللي حصل وقال لهم اللي شافوا، هيرجع يكرروا هنا. ولما عملوا مجمع وكان يعقوب ده اللي كاتب الرسالة هو رئيس المجمع هناك، وكان عارف قصة بولس وكان عارف قصة بطرس وكريليوس، بعد ما قعدوا يتناقشوا رفض هذا الكلام وقالوا ما ينبغش، لا ينبغي أن نثقل على الأمم اللي راجعين لله. ما وافقش، مع ان البروتستانت اتهموه ان هو كان بينفذ الناموس الموسوي، ولحد دلوقتي بيقولوا كده، بيقول لك ده كان عايش في الناموس وفرائض الناموس. لا، ما كانش عايش في الناموس وفرائض الناموس، كان عايش في الناموس المسيحي. واول ما جت المجمع بعت رساله وبعت اتنين لليهود اللي هاجروا ومشوا وتشتتوا في أنطاكيا والأمم، بعت لهم رسالة قال لهم لا، لا يختتنوا ولا يحفظوا السبت ولا أي حاجة بالنسبة لليهود، زيك زيهم. وانطفت التجربة بفضل عمل الروح القدس وفضل حكمة يعقوب. عشان كده قال تجارب متنوعة. لو كانت التجربة دي سرت، حط انت تقول ايه يعني ده؟ اقول لك طب كده حط نفسك كده، حط نفسك كده واحد يهودي جنبك يصلي ويقول لك بقى مسيحي، وبعدين يقول لك انت نجس وانت كلب. هتقول له ايه؟ تجارب متنوعة. الشيطان في كل تجربة لما يديك تجربة وتنتصر فيها يديك تجربة من نوع تاني، يشوف انت بتحب ايه ويخش يحطك فيها. كل لا يتركك ولن يتركك، هيخرج من تجربة لتجربة ويشوف مدى تمسكك بالمسيح. ما فيش حاجة هتنقذك إلا تمسكك بالمسيح، صلاتك، صراخك لله علشان يحفظك من التجارب، من التجربة، لأن التجربة ممكن تنهي على الإنسان. تجارب متنوعة، لما نخش في التجارب المتنوعة تلاقي كتير قوي 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 وقعوا فيها. تلميذ إليشع كان اسمه ايه؟ جحزي. طب جحزي شاف إليشع وشاف كل التجارب المعجزات اللي عملها إليشع، ولا ما كانش يحتاج اي شيء، لكن انضرب اول ما شاف نعمان ساب وزنات واوا وجي يقول لإليشع خدها، قال له لأ ما تعلمش بقى منه ديت. لكن المال مسك في نخشيشه زي ما بيقولوا، اجري وراه واخد اللي معاه واكذب، انا اسيبه تاني يمشي كده؟ لكن ما كانش عارف النتيجه. لو كان يعرف النتيجه كان مسك في إليشع وقال له، قال انا بتحارب بالحكايه اللي هجري وراها اجيب منه، كان حفظه. بيضرب اكبر واحد واصغر واحد بتجاربه، بص لقى نفسه ابرص، والبرص يشيل الخطيه. يا ما كانش عارف انه خلاص مش هيقدر تاني يروح لإليشع، وإليشع مش هيشفيه، مع ان كتير قوي بيقول لك ده تاب وإليشع صلى من اجله. انا ما اعرفش الحكايه دي، ما
ما كملوش الحكايه دي، ما حدش قالها لنا هنا. ده كان جري ورا المال، بيشوف انت قلبك رايح فين، بيشوف شهواتك بتحب ايه. عشان كده قال تيجي اذا انخدع لشهواته. اذا الواحد انخدع واتغلب من شهواته، لان كل خطيه لها ثوب عند الشيطان، كل خطيه لها ثوب يجملها، والانسان الخيبان يتخم في الثوب اللي من بره ده، زي ما ضحك على حواء قال لها شجره جيده ومنظرها جميل ثمراتها وهي عايشه في الجنه، فصدقته. يلبس الشيطان كل خطيه ثوب، وحسب اللون اللي انت بتحبه يجيبه يعرضه عليك. عشان كده يحسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب وتنعم. طب وفرح ليه؟ فرح الانتصار. ده بيقول للمنتصرين بقى اللي انتصروا على الحاجات دي، انتصر وما تلوثي، لا لوثوا العالم ولا شيء في العالم، لانه ماسك في المسيح وروح الله بيعينه ويديله قوة. ثم ماذا؟ نكمل في المرات الجاية. ولله نكون مجد وكرامة من الآن والأبد أمدين آمين.